الفيديو اليوم راح اكمل معاكم سلسلة تحويل اكل البقالة الى اكلات فخمة، بس خليكم مع الفيديو. اول تحويل راح اسويه مستوحى من هذا الفيديو شفته بتيك توك. اول حاجة جبت خليط كوكيز جاهز، وراح اخفق زبدة مذوبة بحرارة الغرفة، واضفت لها بيضة وخلطتهم مع بعض. وبعدين راح اضيف الخليط واعجن لحد ما تصير معايا عجينة كوكيز. وراح افرد اول طبقة من عجينة الكوكيز بصينية، وراح احشي الكوكيز بملعقتين نوتيلا. وراح اغطيه بطبقة ثانية من عجينة الكوكيز، ودخلت الكوكيز الفرن تقريبا لمدة 15 دقيقة. والتزيين راح يكون بالكندر، بس اول حاجة راح اقسمهم من النص. خليته شوي لحد ما يذوب من حرارة الكوكيز، بصراحة الكوكيز طعمه جدا لذيذ، بس احس اني تحمست شوية بكمية الكندر. حاجة راح اسويها راح تكون مشروب. اول حاجة حطيت حلاوة حامضة على شكل قلوب، والمكون الثاني هو فيمتو بنكهة التوت الازرق، واضفت شوية سفن، وكمان حطيت ايس كريم بابو. وحطيت شوي من مسحوق الفواكه الحامضة، للتزيين راح استخدم حلويات مختلفة. المشروب شكله مرة كيوت، وكمان طعمه لذيذ ومنعش. وثالث وصفة راح تكون بالكريب، بس اول حاجة راح اسوي لي خليط الكريب على السريع. اول حاجة حطيت البيض والحليب والسكر وخلطتهم مع بعض، واخر شي حطيت الدقيق وشوية بيكنج باودر، ولونت الخليط بشوية لون طعام أحمر. وبعدين جبت المقلالي على شكل دوائر، وأول حاجة دهنتها بالزيت، وراح أبدأ أصب جواتها الخليط، وراح أحطها على النار لحد ما تستوي من الجهتين. لفيتها وحطيتها جوة كوب، بعدين أضفت جوتها مغرفتين آيس كريم بالشوكليت، وزينتها بسبرينكلز ملونة، وكمان بشرائح كيوي، وكمان زينتها بأعواد البسكوت. واخر شي زينتها بمارشميلو وسكيتلز. ورابع وصفة راح تكون بخليط كيك القرفة، الكرتون جوته 3 مغلفات من الخليط، وكمان 3 علب صغيرة من صوص الفانيلا. اول حاجة حطيت تقريبا 2 مغلفات من الخليط، وحطيت بس شوية حليب لأنه ما أبغى العجينة تصير سائلة، أبغاها تكون ثقيلة شوي. وبعدين راح أفرد العجينة،
الحشوة عبارة عن تقريبا ملعقة زبدة وملعقتين سكر بني وملعقة قرفة، وراح أخلط المكونات كويس مع بعض. بعدين راح أدهن فيها العجينة. وراح ألفها، بعدين راح أقصها بطريقة السينابون. ودخلتها الميكرويف تقريبا لمدة دقيقة ونص. بصراحة توقعت أنها راح تحافظ على شكلها لأنه خليت العجينة ثقيلة شوي، بس ساحت مع بعض وصار شكلها زي الكيكة. ودهنتها من فوق بصوص الفانيلا. وزينتها بصوص الكراميل والجاز. طعمه مرة لذيذ وكمان يشبه للسينابون، بس حسيته كان يحتاج الوقت أقل بالمايكرويف. وخامس تحويل راح أسويه، شفت هذه الفكرة مرة عجبتني. الفكرة إنه أسوي على شكل دبدوب بالأوريو بعدين أغطيه بالشوكليت. أول حاجة طحنت الأوريو، بعدين أضفت معاه جبنة كريمية وراح أعجن لحد ما تصير معايا عجينة متماسكة. بعدين راح أبدأ أشكل الأوريو على شكل الرأس والجسم وكمان الأذنين واليدين والرجلين، وراح ألصق الأشكال مع بعض بأعواد الأسنان. بعدين دخلت الأوريو الفريزر تقريبا لمدة 10 دقايق، وبعد ما طلعته صبيت عليه شوكليت. وبعد ما جمدت الشوكليت راح ألصق على الدبدوب حبة أوريو صغيرة، وراح أسوي تفاصيل الوجه بالكريمة. بصراحة الفكرة كانت مرة حلوة، بس ما أدري ليش لما صبيت الشوكليت على الأوريو حسيت إن الشكل انخرب، وحسيت كمان إن شكل الأذن كان غريب، عشان كذا ما تحمست إنه أضبط تفاصيل الوجه. وبس هذه هي نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك، واكتبوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية. وباي.